هو العداء المرح وصاحب الابتسام الدائمي، هو احد اعظم عدائي المسافات الطويله بالتاريخ. هايلي جبر سيلاسي، العداء يلي كسر 27 رقم عالمي و61 رقم قياسي باثيوبيا. ولد هايلي ب 18 أفريل عام 1973 بقرية أسلا بأثيوبيا بعائلة مؤلفة من 10 أطفال، وبصغره كان هايلي يركض كل صباح مسافة 10 كيلومتر ليوصل لمدرسته، ثم يقطع المسافة نفسها مساء ليرجع للبيت. لهيك منشوف أنه إيده اليمنى لا تزال ملتوية قليلاً، والسبب الكتب يلي كان يحملها طول هالمسافة. سمي العداء هايلي جبر سيلاسي على اسم الامبراطور الاثيوبي هايلي سيلاسي، لذلك منح جبر سيلاسي لقب الامبراطور باثيوبيا بعد ما صار اشهر عدائي المسافات الطويله بالعالم واكتسب شعبيه كبيره ببلده. لا شك انه هايلي جبر سيلاسي تاثر كثير بالاسطوره ابيبي بكيلا، اول عداء اثيوبي يلي رقد حافه وفاز بالمرتبه الاولى عام 1960 بالاولمبيك جيم بماراثون روما، وبعدها بأربع سنوات رجع وفاز بماراثون طوكيو، فهو من عرف الأثيوبيين على رياضة الركض. ولكن هايلي جبر سيلاسي كسر رقم أبيبي العالمي بتسع دقائق. فاز هايلي بميداليتين ذهبيتين بالألعاب الأولمبية بأثيوبيا، واحدة منهم ما رح ينسيها عالم الرياضة لما فاز على العداء الكيني بولترغات بآخر متر من سباق العشر آلاف متر. وهايلي اللي رقد أهم وأشهر الماراثونات حقق بعالم الركض كل ما بيحلم فيه عداء بالعالم، وهو فاز بأربع ذهبيات ببطولة العالم لألعاب القوى بسباق العشر آلاف متر أربع مرات بين عامي 1993 و1999، كما أنه البطل الأولمبي مرتين، الأولى لما فاز بذهبية عشر آلاف متر بأولمبياد أتلانتا عام 1996، والثانية بأولمبياد سيدني عام 2000. عام 2008 كسر هايلي الرقم القياسي العالمي لسباقات الماراثونات خلال ماراثون برلين بساعتين وثلاث دقايق وتسعة وخمسين ثانية. من بعدها بدأ هايلي اعتزال سباقات الركض تدريجياً، وعن عمر 37 أنهى مسيرته الرياضية كأحد أفضل المتسابقين في المسافات الطويلة نهائياً، بعد ما انسحب من سباق ماراثون نيويورك عام 2010، والسبب إصابته بركبته اليمنى بعد ما قطع 25 كيلومتر من بداية السباق. I am a mountain, I am a tall tree, oh, I am a swift wind, sweeping the country. I am a river, down in the valley, oh, I am a vision, and I can see clearly. وهايلي ما خبى بعد اعتزاله الرياضة رغبته بدخول عالم السياسي، فقال: أريد أن أخدم وطني بالحقل السياسي بالمستقبل، لكن علي أن أكون أكثر نضجاً وأن أتعلم أكثر. استثمر هايلي جبر سيلاسي المال يلي جني من الرقد ببناء ناطحات سحاب بأديس أبابا وتأسيس شركات وتنظيم ماراثون ببلده أثيوبيا، كما أنه صار من الوجوه الإعلامية الرياضية العالمية. واليوم هايلي بلبنان ضيف شرف بسباق مصرف لبنان بيروت ماراثون. Just stand up tall, look them in the face and say, I'm that star up in the sky, I'm that mountain peak up high, hey, I made it, I'm the world's greatest,